طبعا ما فضلناش راكم شفتوا في البلاغ الاخير ديال الديوان الملكي المغرب ما كيرفضش المساعدات، ولكن كان عنده وقت لتقييم هذه المساعدات. انا قلتها ماشي خطره ماشي جوج، راه شفنا التجربه ديال تركيا. تركيا راه تلقات المساعدات بشكل يعني انيف في نفس الوقت، وعطات نتائج عكسيه. لان وقع كما كنقول ديما داك لو غولو دي ترونغلومون، وقع ديك عنق زجاجه، وقع بلوكاج، ودوك المساعدات ما وصلتش الناس ديالها، وعطات نتائج عكسيه. باليوم اليوم اللي ما مفهومش هو كيف يعقل ان تقلق او ما تقلقوش هذاك الموضوع شغلهم، ولكن اللي ما مفهومش هو كيفاش ان رئيس دوله يخاطب الشعب دوله اخرى. اسمح لي، هذه كنظن انها سابقه في التاريخ. ما كنعرفش انا شي رئيس حكومه كيتوجه للمملكه وكيخاطب الشعب ديالها وكينسى بان الشعب راه عنده ملك، عنده رئيس دوله اللي فعلا هو المخاطب ماشي الشعب المغربي. احنا ما عندناش اشكال اذا كان مع الصحافه راهم كيقولوا كنقولوا، ولكن ملي تجي من عند رئيس دوله ويهضر بداك يعني واش كيظن بانه كيستميل او كيستعطف المغاربه، راه غلط. يمكنش، لان فاش كتجي كتهضر كتدق على شي دار كتهضر مع مول الدار، ما كتهضرش مع كتلم الشرج. انا كيبان لي بحال كتلم الشرج وكتعيط على شكون اللي كاين في الدار. لا، اذا ما مقبولاش. انا قلت درت هذه الصوره باش نوصلوها للمغاربه، ما مقبولاش، وبالتالي فهي مرفوضه جمله وتفصيلا، وكنعتبروها يعني اخلال باللياقه وخرق الاعراف الدبلوماسيه.